مرة تانية في الحياة اليوم. ليست هذه هي المرة الأولى التي نستضيف فيها أحد من أعلنوا نيتهم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في لحظة معينة في تاريخ مصر، تبحث عن شكل جديد وجوهر جديد. هذه سلسلة من اللقاءات اللي بنعملها من خلال البرنامج، علشان هي دي لعبة السياسة وهي دي لعبة الديمقراطية في نهاية الأمر، إنه أول ما يعلن شخص ما عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية ويكون له مقومات معينة أو له قدرات محددة تضعه في يعني زي ما بيقولوا القائمة المختصرة لإمكانية الترشح بشكل حقيقي وشكل جدي، لابد أن يعرض أفكاره ويعرض نفسه على مش السيد المشاهد هنا ولكن السيد الناخب الذي يملك أن يحدد مصير هذا الرجل. أولا في ملحوظة مهمة وواجبة بنعملها بشكل أمين وشكل دقيق، لأنه هناك فرق ما بين التجاهل وهناك فرق ما بين التجاوب. نحن لا نتجاهل ما يأتي من خلال تعليقات صفحة الفيسبوك، صفحة الحياة اليوم على الفيسبوك، وعلينا نحن نتجاوب معها بشكل أمين. في بعض الأحيان وإحنا كتير قوي برضو أنا بعرض أسرار دلوقتي، عايز أقول لحضراتكم إنه لبنى بيبقى عندها أجازة 3 و4، فممكن يبقى عندها مشغوليات وواجبات زيادة شوية فتاخد أجازة يوم زيادة، زي ما أنا بعمل كده في بعض الأحيان، يعني بتبقى أجازتي خميس وجمعة فاضطر إن أنا أتغيب يوم سبت لإضافة ما أو حاجة خاصة بيا لازم أعملها. أول تعليق جالنا على الفيسبوك بيربط ما بين الشخص القادم إلينا وهو الشيخ حازم أبو إسماعيل وما بين تغيب لبنى. أيها السادة عليكم أن تصدقوا، ليس هذا حقيقياً، لأنه أول ما دخل الشيخ حازم أبو إسماعيل سأل على لبنى فين، وما كانش فيه أي نوع من الاشتراطات المهنية تحتم أن نذكر ذلك علشان نبقى بنتجاوب مع كل الملاحظات وكل التعليقات اللي بتيجي على صفحتنا بقدر عالي من الأمانة والجدية، زي ما بقول لحضراتكم إن إحنا بنسعى أنها تكون دايما موجودة ما بيننا ما بين البرنامج وما بين السيد المشاهد. النهاردة معنا هذا الرجل الشيخ حازم أبو إسماعيل اللي أعلن نيته الترشح. ممكن نتكلم معه على مستوى سياسي وهذا سيحدث بالتأكيد، وسنتحدث معه أيضا على مستوى الحياة اليومية للمصريين. إذا كان تقدم الصف علشان يعلن عن أنه عنده تصور ما، لابد أن نسمع هذا التصور وأثره على حياتنا اليومية. برحب بوجود حضرتك معنا في الحلقة. أهلا وسهلا، يا مرحبا. كان من الضروري الشرح والتفسير عشان احنا ما نحبش نتجاهل أي أنا مرحبا. مستمتع، أنا بفكر أقعد أسمع بقية الكلام الجميل. بس تفتكر حضرتك أنه ده يعني مرشح أو رجل يعلن عن نيته الترشح لرئاسة جمهورية مصر، حضرتك دلوقتي أسير نمط أو فكرة ذهنية مسبقة عنك أنك مدام راجل ملتزم أو متدين أو تنتمي لتيار سياسي معين يفترض معك أنه ما يقعدش معك مذيعة، ويفترض معك أنه عندك أفكار معينة جاي تمليها علينا؟ طبعا أنا أعتقد أن أنا هاخد وقت لغاية ما تتضح صورة متقنة ذهنية في أذهان الناس، لأنه طبعا لا شك أن في بعض الناس يعرفني جيدا جدا من سنين طويلة، وفي بعض الناس لم يسبق أن هو يعرفني، فبالتالي هاخد وقت علشان تستقر صورة ذهنية في أذهان الناس ويكون سمع كويس. ودي مشكلة، دي من ضمن محنة الترشيح المرة دي، إنه هو وقته قليل، قراره مفاجئ، ما كانش في حد متوقعه لفترة طويلة قبل كده، ولذلك الفترة الانتخابية الحقيقة بالنسبة لي أنا تعتبر في منتهى الأهمية، لأن هي جايز يعني كان في حد تاني من المرشحين بيرأس هيئات وبيتكلم كثيرا، حد تاني موجود توقع من سنين ان هو سوف يخوض انتخابات الرئاسة وهكذا، انما لا شك ان احنا اننا في احتياج شديد للوقت اللي هو معدل الانتخابات. طيب ومع هذا التحدي ليه قررت انك تعلن عن انك ترشح نفسك؟ والله شوف، لو هناك انسان كان ممكن انك تعمل على المستوى السياسي اللي قبل رئيس الجمهورية. صح، بس هو في نقطة يا أستاذ شريف، هو إذا ما شعرت إن في لحظة فارقة وبيجري إعدادها علشان تفقد كل اللي اكتسبه الشعب من 25 يناير، بتجد نفسك أنت مضطر سريعا إن يبقى في نوع من الإنقاذ، لما تحس إن بلدك بيتصرف عليها علانية علشان تتسرق كلها وعلشان تبقى تبع جهات ما، الدم الحر اللي بيجري في العروق بيشعرك ان الحق ادرك انت واحد
انا بتكلم عن نفسي، ما عنديش اي مؤثرات اخرى غير اني مجرد عينة مأخوذة من الناس، لا لي علاقات بنظم قمع ولا قهر، لا سابقة ولا خارجية ولا بنظم يعني. فبالتالي لما بشعر الحقيقة بأنه فيه وعلانية إنفاق على أن ثورة 25 يناير الحق صرفوا عليها مليارات عشان تروح الناحية دي، فطبعا كانت المسألة فيها عنصر إدراك اللحظة الفاصلة، ودي نقطة برغم الصعوبة الشخصية شيء طبيعي أن الواحد يتخذ قراره أنه سوف يتقدم لمثل هذا مستقبلا، لكن احنا في حالة خطورة شديدة الحقيقة يعني. حضرتك دلوقتي استخدمت كلمة إنك واحد من الناس، جاي من وسط الناس، أنت ضد إنه يتم تصنيفك على مستوى إنك أحد مرشحين تيار الإسلام السياسي في مصر؟ أنا إسلامي لحما ودما، هذا الكلام ليس محل لمناقشة، وأي شيء يوضع في الميزان أمام الإسلام أنا مع الإسلام، وأنا في هذا زي وجدان الناس كلها. لو حضرتك وقفت على محطة أتوبيس واستقبلت النازلين من الأتوبيس طبيعي، لو شفت قدام بنك الناس اللي نازلين أو داخلين عملهم طبيعي، هتجد ده وجدان الناس، أنه لا حتى لو هو مقصر أنه لا يعدل شيئا برب العالمين، لا يعدل شيئا بالإسلام. فأنا بالعكس، وكل إنسان عبارة عن مجموعة من المكونات، أنه مثلا مهنته كذا، عقيدته كذا، جنسيته كذا، فأنا دول البشر اللي عندنا، احنا بس مش واخدين بالنا ان هو ده الشعب الطبيعي. مكونات، انا اولا محتار اقول لحضرتك ايه، دكتور حازم، شيخ حازم، استاذ حازم، دي حاجة من الامور اللي ساعات احنا بنستخدم نكت عليها من كتر ما بيتقال يعني. انا حتى بقول انا انادى بست القاب، ومع ذلك ما تشاء، انا يعني ما اصلا لا يعني لما تبقى مرشح رئاسي او تنوي الترشح للرئاسة، شايف انه من العادي انه مثلا تنادى بشيخ حازم؟ والله انا بالنسبه لي ما بالعكس ده شيء مشرف، لانه اصله الكلمه دي قد يعني يكون لو الواحد مسك التاريخ المصري هيجد ان اول ثوره في العصر الحديث كان الشيخ عمر مكرم، هيجد انه في التنوير الذي يقولون انه الذي قاد حركه التنوير كان الشيخ محمد عبده، حتى برغم انه قد يكون الانسان في التقييم يناقشه بطريقه معينه قد يكون. فبالعكس ده هو ده لعبة من أعداء البلد شديدة، إنها حبت تنال من اللفظ ده، إنما اللفظ ده طول عمره يطلق على محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، حتى عبد العزيز جاويش اللي كان من زعماء من الزعماء الثوريين الكبار حتى الثورات. حضرتك تاخد إيه من الشيخ محمد عبده؟ لا يعني أنا الحقيقة ما باخدش ماذا حاجة تترك مباشرة منه من وماذا حد. يعني لا وماذا لا، تأخذ منه؟ هي المسألة في الآخر بتبقى تكوينة يعني، أنا عبارة عن مجموع تأثيرات لعشرات الأشخاص على الأقل إن لم يكن مئات، ممكن أخد من كل واحد 0.5%، 1%، 0.3%، 10%، في الآخر تتكون شخصية بناء على الانتقاءات دي. الكلام ده بيبقى ساعات من التاريخ، من الشخصيات اللي حضرتك ذكرتها أو اللي أنا ذكرتها، وأحيانا يبقى من الوضع المعاصر، أحيانا أتعلم من أساتذتي، وأحيانا أكثر أتعلم من زملائي يعني. أنا الحقيقة تعلمت الكثير من أصدقائي وزملائي يمكن أكثر مما تعلمت من أساتذة كمان. لماذا دائما يشار إلى حازم صلاح أبو إسماعيل بأنه أحد قيادات الإخوان؟ وحضرتك في تصريحات ليك قلت إنه أنت ما كنتش عضو قبل كده ده أنا سعيد في جدا الإخوان، ما بهذا كنتش في مكتب النموذج. الإرشاد، يعني ما كانش ليك أي عضوية في الهيكل التنظيمي للإخوان، إيه الربط؟ والله ده أنا فخور جدا بهذا. فخور بإيه؟ بإن أنا بفضل الله والله ويعني بصورة تلقائية نجحت في أن النموذج الذي أكون عليه يوصل لدرجة أنه لا يفرق الناس بينه وبين اللي هم متصورينه من عضوية نظامية. أنا الحقيقة ده نموذج أحمد ربنا عليه من التفاعل عبر العمر كله. لا يعني حضرتك شايف انه يعني دي النظرة العامة دي للناس انتمائك صفوف. المعنوي للاخوان ده شيء جيد؟ يا سلام، وهو ولي الشرف، ولي الشرف، وأنا أذود عنهم بأكثر مما يذود عنهم أي شيء، أصلا أنا مش براهم، أنا معتبر نفسي في هذا الجسد، أنا سبحان الله.
فأنا بالعكس بشكل أنا مباشر هل هذا غزل للصوت الإخواني؟ والله ممكن يعني، وهو لا شك إنه إحنا في فترة أي حاجة فيها ممكن تفسر بالشكل ده، يعني لو هاجمت واحد هاجمه في مصلحة، لو أثنيت عليه يبقى أنت عايز منه. إنما أنا الكلام الحمد لله إنه مش جديد، الكلام إحنا بنتكلم دلوقتي عن حاجة مدتها بس ممكن تكون توقيته وأثره 35 مختلفين. بس امتداد لما سبق، فما فيش في أي جديد، ما فيش أي تغيير. فيعني أنا يعني لا تتصور لو في شيء أصاب شخص واحد منهم، لا يعني أشعر لأنه أنا هم، يعني أنا مش ما في أنا هم، ما فيش الكلمة دي والله، أو ده مبتدأ وخبر يعني تقدر تضعه إنه هو الأصل في المسألة. إنما طبعا غزل ليه، ما أنا ضمنه إن شاء الله. طيب انا ده حضرتك كده تاني واحد تقول انك ضامنه، لان الدكتور عبد المنعم مفتوح قال انه ضامن صوت الاخوان. والله الدكتور عبد المنعم كمان يعني طبعا حبيب الى كثيرين جدا ايه جدا. الفرق ما بين مرشح زي الدكتور عبد المنعم مفتوح ومرشح زي حضرتك؟ من حيث الشخص هو اجل وافضل ويعني اعلى، لكن من حيث المنهج هناك اختلاف تام تام، اختلاف كامل، يعني اختلاف كامل منطلقا ونهاية وكل شيء. أنا رجل أبني أموري على ما أقوله بوضوح، وهو أيضا يقول، لكن هو له نظرته التي قد لا أستطيع أبدا أن أتبناها مطلقا، يعني لا يمكن أتبناها. زي ايه فن؟ لا لما يجي يشرح هو، إنما أنا مش لا مقتنع. انا بسأل عن اختلاف حضرتك عنه، زي يعني مختلف في يعني أنا ايه؟ على كل حال يعني يعني على كل حال من حيث البعد الإسلامي في الأمور، يعني هو مثلا أنا سمعت أنه قد يستخدم تعبيرات مختلفة، يقول نحن لسنا تيار، أو يعني ما أعرفش الحقيقة، أنا خايف ما أكونش دقيق في نقل يعني العبارة، أدعي لنفسي أمانة العرض، هو قال أنا تيار محافظ مرشح التيار، أو هو يفضل تسميته تيار محافظ وليس بالضبط. تيار إسلامي. أما أنا فإنني بمنتهى القطع أنا أقول إن الإسلام هو مذهبي وعقيدتي ومنطلقي وهدفي. طيب شايف حضرتك إنه ده بيعمل نوع من الإقصاء لمواطن آخر مصري غير مسلم؟ ده لو حضرتك قلت الكلام ده معناه إنه مفيش حد يصبح عنده انتماء، مفيش بشر كده، كل بشر حتى حضرتك حتى أي حد عبارة عن توليفة من الانتماءات، شيء طبيعي. وبعدين انت بتتكلم عن شعب مصر، احنا مش بنتكلم في منتدى ثقافي، انت بتتكلم عن المصريين، وما دام بتتكلم عن المصريين بتتكلم عن هذا الميول. غير الاسلاميين صدقني اذا قدر انهم شافوا هذا هيتنتهي فترة ال4 سنوات ان هم اللي هيهتفوا لهذا النموذج، لان النموذج ده يقدم لهم اكثر بكثير من اللي هم حتى بيطلبوه، أكثر بكثير جدا. الشريعة الإسلامية تقدم أكثر 1,000,000 مرة من اللي هم بيطلبوه. أنا في يوم من الأيام واحد منهم قال أنا لو حكم الإسلاميون أركب طيارة وسافر بره. أنا قلت ونحن يومئذ هنبعت وراه حد يقول له لأ، تعال ارجع دي بلدك وأنت فيها تفاعل ولا يداس لك فيها على طرف. ممكن نستوضح اللي حضرتك بتقوله ده بشكل يعني ايه زي ما نقول كده حالات فعلية على الأرض، اسمح لي أن يكون ده بعد الفاصل. إزاي ممكن نتعامل على أرضية مشتركة لرجل بالتأكيد أنت تطلب صوت كل المصريين، ولا أنا غلطان؟ مفيش شك طبعا، سبحان الله، بعد ولو مصلحيا حتى ده الواحد يعني. بعد الفاصل مستمرين في التعرف على أفكار مرشح جديد أو متقدم جديد ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية اليوم، الدكتور حازم أبو إسماعيل معنا في الحال. أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يعلم جيدا أن كل أفكاره وكل تفاصيل حياته لابد أن تبقى على مستوى مختلف من العلنية، لدرجة أنه يعني إحنا جات لنا أسئلة من الأستاذ محمد مصطفى بيقول أتمنى أن أسأل الشيخ إذا فاز أين سيسكن، سكنوا فين دلوقتي وسكنوا فين بعد كده إذا فاز برئاسة الجمهورية. أسئلة كتيرة وتعرضنا لبعضها على فكرة فيما يتعلق بمسألة الانتماء لأحزاب أو لتيارات سياسية، والشيخ حازم وفقا لما ذكروا أنه
يتمنى أو يهوى أن يكون يعني يحمد الله على أنه يحسب على الإخوان ولكنه ليس منهم على المستوى التنظيمي. أنا عايز أبعد لحظة كده أو لبعض الوقت عن مسألة السياسة، الرؤى السياسية، وأسألك عن الشارع، عن الأرض. إيه الأفكار العريضة اللي حضرتك شايف أنها من الضروري أن يتم تطبيقها إذا ما فزت في هذا السباق؟ والله شوف يا سيدي، أنا أؤسس البرنامج على ثلاث محاور كبيرة. المحور الأولاني اللي هو إدارة الدولة. الدولة يا أستاذ شريف، الدولة إدارة. إحنا ما عندناش مشكلة مالية ومشكلة اقتصادية ومشكلة اجتماعية ومشكلة علمية، إحنا عندنا مشكلة في الإدارة. في أمريكا يقولوا لنا انتوا لو خدتوا مننا كل حاجة احنا وصلنا لها، كل شيء، تقدم علمي وغيره، وسبتوا لنا حاجة واحدة بس هي الكفاءة الإدارية، نقدر نبني أمريكا من أول وجديد. ولذلك المشكلات الموجودة في مصر مشكلات إدارة الدولة، أنها ليست إدارة مؤسسية، وإنما فيها شخص حتى ولو كان الوزير أفكاره هي التي تحكم. فتيجي تختار مثلا لوزارة الصحة طبيب، فهذا الطبيب بيمضي أفكاره. لا، دي مش الدولة كده. الدولة أنت مش جاي علشان تمضي أفكارك وأنت طبيب من 10,000 طبيب. في وضع مؤسسي، ولذلك من ضمن الأمور المؤسسي، الوضع المؤسسي والكفاءة. لا، مش بس الكفاءة بقى، يعني أضرب لحضرتك مثل أنا بسميه الوصلات اللي ما بين أجهزة الدولة. يعني انت عندك مراكز ابحاث، وعندك جامعات، وعندك اكاديميه البحث العلمي، وعندك، لكن ما عندكش ولا هيئه واحده شغلتها انها تعمل وصله ما بين جهات البحث العلمي وبين جهات التطبيق. فبالتالي الجامعات فيها ابحاث رائعه جدا وكلها بتشكو من ان ليس لها طريق الى التطبيق. انا لو عرفت اعمل الوصله، هيئه محترمه متصلة بكل الوزارات والهيئات، بحيث انها بس يبقى شغلته اللي بياخد عليها مرتب ان هو الوصلة ما بين جهات البحث العلمي وجهات التطبيق، انقل الدولة مسافة لقدام. ده اول عنصر او المحور الاول اللي هو ادارة الدولة، كيف تدار، ان الدولة تحتاج الى ادارة. المحور الثاني تحرير البشر، ايجاد البنيان البشري. يعني ايه يا فندم؟ هقول لحضرتك، أنا كرئيس جمهورية أو رئيس وزارة أو برلمان أو غيره، أنا مش هشيل الشعب، لا، الشعب هو اللي يشيل معايا. فبالتالي ما ينفعش تقول لي إن المتوسط العام لصفات البشر في مصر إنه مثلا الإحكام عنده ضعيف، مواعيده مش دقيقة، إنه جديته مش قوية، إنه ما ينفعش. فبالتالي أنت محتاج تصنع منظومة بشرية من صنع البشر، يعني تصنع البشر، تعمل بنيان بشري، مش بالتعليم. التعليم ده جزء من 10 أجزاء. انت عندك التعليم مهم جدا، لكن لازم يتناغم مع قصور الثقافة وبيوت الثقافة لأنها بتعلم برضه، لازم يتناغم مع جهات الإعلام لأنها بتعلم وبتأثر برضه، لازم يتناغم مع الأزهر ومع الأوقاف لأنه بيعلم، والمساجد، لازم يتعلم مع يتكامل ويتناغم مع الهيئات النظامية زي الجيش اللي تحت ايده 1,000,000 واحد، الشرطة اللي تحت ايدها 1,000,000 واحد، الفرق الرياضية اللي تحت ايدها، الكشافة. لو استطعت ان المجالات اللي بتمارس الارشاد القومي او التوجيه العام او البناء البشري او الصناعة البشرية او التعليم تعمل انسان، المناهج دي كلها متكلمة مع بعض ومتفقة، تستطيع في عدد من السنين انك تجعل هناك بشر في مصر، صنع بشري هو يشيل الامر. يعني في اكتر من نقطه هنا يعني عايز اناقشهم مع حضرتك. اولا فكره الارشاد القومي او وجهه النظر اللي تصنع بشر. احنا لسه بندور على التعدد وبنقول ياه الحمد لله هيبقى عندنا تعدد ووجهات نظر مختلفه ومتنوعه، وده من الصنع البشري، ده من الصنع البشري. تصنعه حرا. حضرتك مش شايف كده انك ممكن تكون بتفرض اطار معين وطريقه معينه واسلوب يا راجل واحد هو عليه. في حد جاب سيره ان هو بيطبع قوالب متكرره او جامده؟ حد جاب سيره كده؟ انا بسال، انا بقول لحضرتك ان هو الصنع البشري من ضمنه ان تصنع له حريه التفكير،
حرية القرار، حرية الموازنة، إزاي يعرف يناقش قضية؟ ازاي حضرتك تترجم حرية التفكير والتعبير والإبداع في قصور ثقافة؟ وأنا لفت نظري لما حضرتك اتكلمت عن قصور الثقافة. إزاي تترجمها في قصور الثقافة؟ لا، ده دي هو أنا اللي هضع المنهج ده في مناهج، يعني في طريقة لطرح مثلا في منتدى ثقافي، في رحلة، في اجتماع، في إنك إزاي تطرح فرض من الفروض والناس تناقشه، زي البرامج التلفزيونية العالمية. يعني أمريكا مثلا فيها برنامج بقاله عشرات السنين، نجاحه المدوي جاي من خلال كده، إن هو إزاي يعرف يطرح فكرة فيها التباسات، فالناس تقعد ساعتين تناقش فيها، واللي قاعدين قدام التلفزيون شعر راسهم واقف من الانتباه. فطبعا انت لو عملت حاجة زي كده في بيوت الثقافة وفي قصور الثقافة وفي أجهزة الإعلام وغيره، في النوادي، هو نادي الصيد ونادي الجزيرة ونادي الزهور ونادي السبورتنج ونادي، لما تعمل ندوات زي كده الشباب يقبل عليها، انت بتعلمه كيف يكون هو ثورة 25 بس يناير. وحضرتك بتتكلم عن برضه مره تانية، وحضرتك دلوقتي ضربت اكتر من نموذج، سواء ببرنامج امريكي او بالاداره الامريكيه. لاي درجه حضرتك ممكن تقبل انه يعني الاداره الامريكيه في كل مؤسسه لازم يبقى في اوضه او مكان مخصص للصاله؟ كويس، في اي ده مش اشتراط لازم، لكن في اي ماشي. مؤسسه، يعني القانون بيقول انه في اي مؤسسه ليها عدد معين من الناس في اوضه صاله. اوضه الصاله دي يصلي فيها المسلم والمسيحي والبوذي. لأي درجة حضرتك تقبل هذا التعدد؟ تعدد في ايه؟ في العقائد، ده الاسلام هو اللي بيقوله، وانا اللي هقوله، انا مش هألف. انا شخص شايف حضرتك عقليتي دي مبنية على فكرة المؤسسية. انا مش الشخص، هو انا هطلع، انا هقعد افنن؟ ربنا بيقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا مش هقول ان إذن التعدد، الكفاءة بالنسبة لحضرتك سواء على مستوى مؤسسي، على مستوى استشاري، أو على مستوى المتخصصين، الكفاءة بالنسبة لك هي العامل الأول وليست التوجه أو الهوية الدينية؟ لا ازاي، لا، الهوية الدينية هي رقم واحد. يعني انا لا استطيع ان انا اجيب واحد كفء وله عمالة للخارج او له لا، مش بتكلم على عمالة ميول. للخارج، بتكلم على الاخلاص الوطني، مكنونه وهويته الدينية. هل هي عامل مؤثر في اختيارك له؟ اختياري له في ايه؟ ما هو انا مش هجيبه، في أي مهمة توكلها له؟ لا، يعني دي نقطة تعتمد على الكفاءة، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد على الكفاءات اللي كانوا لسه عبدة أصنام. ده موجود فعلا، كلامك مظبوط. أنا ظننت إن حضرتك بتتكلم أوسع من النطاق الوطني، أوسع من النطاق المصري، إنما أيوة، لا طبعا، في داخل مصر طبقا لكفاءة الإنسان للدور اللي هو بيعمله. دي نقطة مهمة، إنه هل هو كفء له أو ليس بكفء له. أحد يعني أضرب لحضرتك مثلا في مجال الإسكان، الدكتور ميلاد حنا له تميز مثلا في الإسكان، قد يكون ربنا يديله العمر والصحة، معرفش هل كفاءته الآن إن هو، لكن مثل هذا الإنسان مين يفكر لما يجي يتكلم في مجال الإسكان هو يخصيه؟ الدكتور بطرس غالي كان أمين عام الأمم المتحدة، مهما كان، ورغم إن أنا مختلف معه في آراء كثيرة من التي قالها، إنما مين يقول إنه لما يجي يناقش قضية دولية لا يأخذ، لا يستشير واحد مثل هنا الدكتور في بطرس نوع غالي؟ من التشابه، وصلح لي إذا كنت أنا مخطئ، في نوع من التشابه ما بين وجهة نظر حضرتك أو رأيك مع ما ذكره الدكتور عبد المنعم مفتوح في كثير من الأوقات، إنه لا مانع أو ما عندوش أي، شايف إنه لا يمنع إنه قد يكون هناك نائب رئيس جمهورية مسيحي أو قد تكون اصل امرأة. دي اللي انا قلته، اللي هل انا قلته، بتتفق مع الطرح ده؟ ما يبدو إنه ده لا، نفس اللي انا الطرح. قلته ده مش وجهة نظر. هو انت حضرتك هيبقى عندك اي واحد متقدم لمنصب رئيس الجمهورية يقول لك لو عندي واحد كفء بس مسيحي مش هقول له اطلع بره؟ مش هتلاقي حد يقول كده، ده قاسم مشترك، كل الناس بيقولوه، ما فيهوش تميز. فالمسألة واضحة، ان موضوع كفاءة لمكان وأمانة على هذا المكان، لأنه الكفاءة برضه لازم نضع نقطة الأمانة. يعني إن خير ما استأجرت القوي الأمين، أنا عايز واحد مؤتمن، مؤتمن على سري، مؤتمن على منهجي، مؤتمن على تقدمي في أموري. فمؤتمن وكفء خلاص، وده قاسم مشترك، ومفيش أي حد مش هيقول لك كده. كان في وده تعليق كمان جه على صفحة الحياة اليوم على الفيسبوك، انه حضرتك لما هتتولى الحكم هتدفع المواطن المصري المسيحي الجزية. كويس أوي، برافو عليهم والله. جابوا منين بقى الكلام ده؟ انا بنقل برضه في امانة عرض. أنا أشكرك جدا، بس جابوه منين؟
يعني جابوه منين؟ تخيلات. على كل حال ازاي تتعامل مع المواطن المصري المسيحي؟ المسيحي أي. اتعامل معاه، هي في اشكاليه انا مش قادر اعرف. بص شوف حضرتك، المسيحيون عندهم الربا حرام والزنا حرام والخمر حرام دي محرمات، يعني احنا عيب قوي عار علينا ان احنا نتصور ان هم متأذين من ان انا انظف البلد، اخلي هوا البلد نظيف، ده معناها ان انا بنرميهم بان هم عايزين زنا وربا وخمر. مش ممكن يا جماعه، مفيش حد قال كده، مفيش اي مخلوق قال هذا الكلام. انا بقول لحضرتك اكثر من هذا، الانبا شنودة لما دعي في مع لما حصل ان المحكمه في مصر مجلس الدوله اصدر حكم بتطليق واحده ست مسيحيه من زوجها المسيحي، وقضيه مشهوره والست مشهوره والراجل مشهور وكل حاجه، ووجد ان المساله بهذه الصوره واتزنقنا بقى فعلا، جه دعيته عزة مصطفى رئيسة القناة الأولى في حوار على التلفزيون الحكومي المصري، هو اللي قال يا جماعة ما تطبقوش علينا القانون الوضعي اللي بيخرجنا من أحكام ديننا، طبقوا علينا الشريعة الإسلامية. حضرتك ده شايف حتى ازاي بتقول الشريعة بتقول دعهم وما يدينون. بمناسبة اللي حضرتك بتقوله ده، شايف ازاي العلاقة ما بين المؤسسة الدينية وما بين الدولة أو الحكومة أو رئيس الجمهورية؟ أنا بس عايز أحذر من نقطة، هو يبدو أنه قلة ثقافة الناس عن الإسلام بتخليهم يعملوا إيه؟ يقولوا حاجة مش موجودة وبعدين يبتدوا يخافوا منها. ما فيش حاجة، ده أنا يا أستاذ شريف من ضمن أهدافي الكبيرة وإن شاء الله أسأل الله أني أتمكن منها، أنا نفسي أعمل ومضة تاريخية نادرة اسمها 4 سنين من التراحم والتواد وحب الناس وتآلفها مع بعضها وانتمائها، إن الناس يقولوا لم يرى العصر الحديث على الأقل مثل هذه السنوات اللي الناس فيها متراحمة، الرضا، طاقة التقبل، شعور الناس بأنهم في عاطفة الحاكم وفي قلبه، إنه إزاي ده حاسس بيهم. إزاي ده يتم يا فندم؟ يعني إحنا على المستوى المصري إحنا وقعنا ضحية الفترة اللي فاتت، مش بتكلم هنا على ما يسمى بمرحلة الرئيس السابق، أنا بتكلم على المستوى الاجتماعي، كل احنا وقعنا على المستوى السنين اللي فاتت تحت ضغط ثقافي كبير قوي. ممكن حضرتك تشوف انه ضغط اوروبي وامريكي وثقافي لتغيير الهويه المصريه، ولكن هناك ضغط عربي ايضا وضغط قادم من الخليج العربي علشان يمشينا بطريقه معينه. لا يعني ايه؟ يعني هناك من يرى انه الوهابيه او التيار الوهابي المتشدد جدا يرغب في انه يبقى له مقر في مصر، واشتغل سنوات طويله على هذا الموضوع. أنا بالحقيقة مش شايف تشدد، يعني كلمة أصل شايف تشدد فين؟ يعني أنا لما تيجي حضرتك تصف تيار بأنه تيار متشدد، أنا بقول لست لك أنا من أصفه، اتفضل. أنا أولا كتحفظ أنا طبعا أعرف عذوبة حضرتك وسعيد بيها وفخور بيها وفي نفس الوقت أنا عارف إن حضرتك مش بتطرح أسئلتك، أنت بتطرح الأسئلة اللي الموضوع بيطرحها، اتفضل. فخد حريتك، وحتى لو أنا هاجمت لا السؤال لا مش اتفضل بهاجمك أنت، اتفضل. أنا سعيد لا بيك بس جدا لازم يعني أوضح، اتفضل يا فندم. جدا. مفيش، هو الفكرة إنه فعلا مفيش تشدد، يعني هو أنت لما الناس بيجي بيتصور إن في تشدد ده لأنه مش عارف، هو في حقيقة الأمر مفيش تشدد مطروح. يعني أنا أضرب لحضرتك مثلا، لما اجي النهارده اتصور ان في تشدد معناه ان في موضوع معين مختلف عليه، الكلام ده اسلاميا مش مطروح انك تلزم المجتمع بشيء اكتر، وانا بقول اهو من الحد المتفق عليه، الحد الادنى اللي محدش مختلف عليه خالص، يعني بمنتهى البساطه، يعني مثلا ان يبيت الفقير وهو متخانق مع مراته ولا اولاده لانه ما عندوش فلوس، الكلام ده يأباه دين الله، يأباه. ايما اهل بلده باتوا وفيهم امرؤ واحد جائع فقد برئت منهم ذمه الله وذمه رسوله، ده حد ما حدش مختلف عليه، وبالتالي ان يبقى عندنا يعني شرف انه كرامه الفقير تبقى موفوره، وانه ما يبقاش حتى مفهوم. قدام اهل بيته، دي مساله يعني مسلمه. فاحنا مفيش واحنا بنتكلم عن الهويه والانتماءات المختلفه، كان من اللافت النهارده في موضوع حوار مع حضرتك في الشرق الاوسط، انه قلت انا ممكن استعين بنواب من الحزب الوطني المنحل، عايز اعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده بعد الفاصل اذا تفضل. طيب بس مع حضراتكم في الفاصل ده حالي. هايل، ده انا بنسى.
الفاصل أشرنا في هذا الحوار مع الذي ينوي الترشح لرئاسة الجمهورية الدكتور حازم أبو إسماعيل، أشرنا لمسألة إعلانه في حوار في جريدة الشرق الأوسط أنه لا يرى غضاضة أو ما عندوش مشكلة أنه يتعاون مع نواب الحزب الوطني المنحل. أنا عايز أفهم الجملة دي، وخصوصا أنه إحنا دلوقتي يعني النمط السائد ما ينفعش نحكمها، كان في ناس محترمة صحيح، بس النمط السائد عند الناس أنه الحزب ده مسؤول عن كل ما أصاب مصر على مدى 30 سنة. شوف، أولا كل من شارك في أي حكومة طول الستين سنة اللي فاتوا عندي أنا شخص ارتكب جريمة نكراء. شوف، كل من اشترك في حكومة ولو بأن يكون وزيرا ليوم واحد. ثانيا، كل من كان عضوا في الحزب الوطني ولو لساعة زمن واحدة ارتكب جريمة نكراء. يطلع حلو يطلع وحش، يتوب إلى الله يخرج مما كان فيه، إنما هو كان عونا بل آلة فاعلة في الظلم. لكن يا أستاذي، أنا رجل أبني تصوراتي على المنهج السياسي العلمي، أنا عايز أعمل خطة لدولة، وبالتالي أنا أولا أي مرشح يلجأ لمتخصصين في وضع نظام برنامجه ده ما ينفعش عندي على طول. ليه؟ لأنه أنا ممكن أدفع لواحد 10,000 جنيه يحط لي الصفحتين بتوع التعليم، و10,000 جنيه يحط لي صفحتين السياحة، و10,000 جنيه وأعمل البرنامج عبارة عن جزر منفصلة كل متخصص عمل الباب بتاعه. إنما الذي يصلح لرئاسة البلد شخص عنده رؤية، عنده تصور لدولة، وبعدين يعهد لهؤلاء المتخصصين بأنه يدرس التفاصيل، يقول له أنا عايز أعمل الشيء الفلاني، شوف لي الأرقام وشوف لي كذا. إنما كون إن أنا أعهد أعمل أنا مقاول، بيسموها إيه، مقاول من الباطن، مقاول من الباطن، أقول له خد أنت الحتة دي، وبالتالي أنا شخص عبر 35 سنة على الأقل صاحب رؤية ملاحظة للتطورات الصغيرة حتى في سياسات البلد طول الفترة دي، رؤية دقيقة وعميقة ومفصلة وواسعة ومحيطة. بمناسبة الرؤية الحزب الوطني لما أجي بقى النهاردة أتسلم دولة وإن عندي هذه الرؤية وعندي التصور وعامل نوع من التناغم بين أنواع السياسات، واللي كان موجود قبلي حزب وطني كان يكذب في البيانات لدرجة إن الوزراء الحاليين بيقولوا إن الحزب الوطني كان علشان يحقق يقول إن البرنامج الانتخابي الرئيس مبارك نجح، وإن نسبة التنمية في مصر نسبة نمو 6% وتوصل 8% وغيره، كانوا بيضيفوا من عند أنفسهم موارد ما جاتش أصلا، ويكلفوا الوزارات المتعددة إنها تكتب الموارد دي وبعدين يبقوا يسووها في عجز الموازنة. أنا النهاردة لما أجي أمسك الحكم وأجي أتسلم البيانات، أنا عايز أطلع الفلوس اللي جوه اللي متخبية جوه المرتبة اللي حاطينها في المرتبة. فلما أجيب أنا شخص كان في الحزب الوطني من قبل وأقول له تعالى أنت جيت في يوم كذا في مجلس الشعب أو في البرنامج أو في الصحيفة وقلت الشيء الفلاني، فين طلع الكلام ده؟ ولذلك أنا لا أعينه وزيرا ولا مسؤولا ولا لطرفة عين، لكني أستشيره أو أجيبه يطلع. أنا محتاج دي فلوس الناس، الفلوس اللي خبوها جوه المراتب وخيطوا عليها دي لازم يسأل فيها، إما أن يثبت وجودها وإن هو يظهرها، وإما أن يكون مرتكبا. في فرق بين الاستدعاء والتحقيق والتساؤل. لا، مش قدام جهات النيابة بقى، هو ده الفرق. لا يعني قصدي أنه في، لا وبرضه من حق مسؤول عن جهة تنفيذية حاجة تانية بقى، حاجة تانية مش اللي أنا بتكلم فيها. بين التحقيق والاستدعاء والاستفسار والتساؤل ده شيء، وبين أن يكون أحد معاونيك ده شيء آخر. لا 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 لا، مش معاونية، أنا لا يمكن أخليه كده، بس أنا كمان ما بقصدش جهاز التحقيق، أنا مش هقول له روح على النيابة ولا الكسب غير المشروع، أنا بقول له تعالى في لجنة في وزارة مثلا، وزارة مثلا التخطيط أو وزارة الاستثمار أو وزارة كذا، وأنت عضو في هذه اللجنة، أنت قلت إن الكلام الفلاني موجود في الحتة الفلانية، اتفضل استخرجه. سياسيا تعال اقعد مع الوزير وقول له انت جبت الكلام ده منين. نعم، لانه لابد ان يسهم لانه يطلع لي الحاجات اللي هم مخبينها
وانا لا، انا بقول لحضرتك اللي فهم، اللي فهم من الصيغه، انا الحقيقه ما قريتش لسه الشرق الاوسط، اللي فهم من الصيغه جريده العنوان الشرق الرئيسي الاوسط. انه ستستعين بنواب من الحزب الوطني لو للحق. الصحفي قال كده يبقى خالف الحقيقه تماما وارتكب خطيئه كبيره. انا قلت له ان هؤلاء يؤتى بهم في الجلسات السياسيه التخصصيه في الوزارات. يعني يوسف بطرس غالي مش ده كان وزير ماليه وزعم مزاعم عن نسبة النمو وارتكب جرائم مالية غير عادية؟ عارف حتى لو في السجن، حتى لو داخل السجن يسأل، علشان لو اتضح ان اللي هو كان بيقوله من باب الخيانة العظمى يحاسب، واذا كان اللي بيقوله صح هيطلع للشعب المصري الفلوس اللي متخبية في المراتب. بمناسبة اللي حضرتك كنت بتقوله حالا دلوقتي عن مسألة ضرورة انه البني آدم يبقى عنده رؤية واسعة ورؤية حقيقية للشكل او لكيفية التعامل مع القضايا المصرية المختلفة، ازاي ممكن تتعامل مع المسألة السياحية؟ احنا عندنا 9 مليون مواطن دولي بيجوا اجانب، 9 مليون، يعني يوصل في 2007 انه كانوا 9 مليون، قربوا على 10 مليون، كيف رائع تتعامل معهم؟ رائع. شوف يا أستاذ شريف، السياحة، واسمع بكل تركيز هذه لأن ده هو صلب الموضوع. السياحة عمل ماليا كان ناجح، بيدخل لمصر 11.6% من دخلها القومي. إنما المصيبة التي لم يعالجها حكم لا عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك ولا أي حد ولا حد فكر فيها، إن بيان من سطر واحد تطلعه وزارة الخارجية الفرنسية تقول لرعاياها مصر غير آمنة دلوقتي، ترجع السياح الفرنسيين، ألمانيا، روسيا، إيطاليا. فلذلك أنا باني الجزء السياحي في برنامجي على نقطة بسيطة جدا، هي طبعا دي إحدى النقاط وليست كل النقاط السياحة، إنه أنا لما بيعملوا كده ويقولوا للمواطنين بتوعهم ما تروحوش مصر، أنا أقدر أقاضي فرنسا؟ لا ما أقدرش، لأنها بتقول لي أنا أمينة على المواطنين بتوعي وما منعاهم. أقدر أعمل حاجة ولا حاجة؟ فأنا باني الموضوع على أساس إنه يا أخي ده من المنطقية العادية إن أنا أسعى إلى وجود شريك في البلاد اللي بيجي لي منها سياح، مثلا من إيطاليا شريك إيطالي يتملك هنا معي بعض المشروعات السياحية، يصبح له مصلحة. فإذا استرخصتني وزارة الخارجية الإيطالية مثلا وقالت ما يا طليان ما تروحوش مصر، يقدر هو يقاضي حكومته، إلى جانب أن يبقى عنده مصلحة في التسويق السياحي جوه بلده بس هو ممكن ما يقدرش والإعلان. يعني، يعني ماشي، من الممكن انه حضرتك تختار الشريك ده ويبقى عنده مصلحة، لكن الشريك ده مش هيعرف بلغة السياحة. في السياحة بيقولوا على الوفود، والوفود دي بيبقوا الزباين في السياحة، في صناعة السياحة بيقولوا الزباين دول جايين من إيطاليا، كويس، الزباين دول هيخافوا يجوا لان هم هيتصوروا انه او يتخوفوا من انه اسلوب حياه وفقا لرؤيه حضرتك هيصطدم مع رغبتهم في انهم يقضوا اجازه في مصر. انت حضرتك دلوقتي ولك العذر، انا مش بتقول انهم هيخافوا، وانا بعد 4 سنين ان شاء الله هقول لك شايف كيف لم يخف احد، شايف ان هم جايين في حاله من الطمانينه. انا بس عايز اكمل لحضرتك نقطه خطيره في الموضوع، ان انا في اليوم اللي انا هجيب شريك يبقى له مصلحه في المشروعات السياحيه هو اللي هيتولى عني التسويق في الخارج وهيوفر لي نفقات التسويق في الخارج، وهتبقى السياحه وده الاهم، ان التسعة مليون 10 مليون مصري مش في لحظه يطلع بيان واحد يخليهم في بطاله، لان بقى الدول العالم اللي انا عامل لها شراكات في مصر كلها بيخافوا من المواطنين عندهم ليه هيكسبوا حضرتك، تعويض. ليه حضرتك يعني عندك اليقين بانه بتقول لي كمان 4 سنين حاجه، اقول لك شوف احنا عندنا سياح كتير قد ايه، لاني عارف انا عندك بقول يقين ايه. بالفوز؟ حلوة قوي النقلة المفاجأة، يعني جميلة جدا. يعني أنا طبعا أقصد أنه إذا ما ايوه، وفقت، إنما يعني بنقل، انا بنقل إذا ما وفقت عندك يقين او لكن احساس جميل بانك أن أنت هتكون حضرتك اقوى. تستخدمها لتوريطي لا في مش أنني توريط والله، لا يعني. انا بس لفتت نظري. لا والله العفو، يعني لفتت نظري. لا يعني حضرتك والله شايف انك شوف، أنا هتبقى واحد أبني من، على الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. شايف انك هتبقى واحد من المتنافسين الاوائل من القائمة المختصرة. يعني إذا أعفيتني من الإجابة، لأنه أنا الحقيقة قد تكون
يعني هو امالي القائمه المختصره على موقع المجلس الاعلى للقوات المسلحه حطوك ضمن، يعني او الناس حطتك ضمن القائمه المختصره، شايف ان ده على الواقع الفعلي هيبقى صحيح؟ يعني انا سبحان الله قد تكون اعتقاداتي اعلى من هذا بكثير، جايز يكون، لكن يعني انا مش عايز اعلى من هذا بكثير، يعني حضرتك جاي في المركز الرابع، انت لا ترى نفسك الا في المركز الاول. ما انا مش عايز اجاوب بقى، انا عايز اطلع شويه ذكي واقول لك ان انا تعفيني من الاجابه، انه انا مش لكن انا حقيقه ربما ابني على درجه من هو احنا وحضرتك بتتكلم بنشوف الصفحه من الاستطلاع. اتفضل يا فندم. صفحه من استطلاع المجلس العسكري. المجلس الاعلى ده لطيف قوي ده، انا بستمتع بس ده اصله جميل يعني الحمد لله. هو اصله التصويت الالكتروني ده في مصر له شويه ابعاد، يعني اولا في تصويت نظامي، في تصويت نظامي، وتصويت نظامي يعني ممتاز يعني. سؤال أخير، اتفضل. إيه هي مواصفات نائب رئيس الجمهورية حازم أبو إسماعيل؟ شوف أنا طريقتي في التفكير بطبيعة الحال تقوم على أساس، دي طريقة حتى في عملي، حتى في المشروعات اللي أدرتها، حتى في أي حاجة، لأن أنا أدرت عدة مشروعات بصورة يعني مباشرة. أنا طريقتي في الإدارة بصفة عامة وفي التفكير تقوم على أساس أهمية دور النائب، ولذلك أنا تصوري، وده تصور مبدئي، أنني مطلوب أن أختار 3 نواب لرئيس الجمهورية. وأنا سبحان الله من الآن كنوع من التحضير، ربما يعني نوع من ممارسة التفكير، يعني أعلم ما هي تخصصاتهم ومن هم أشخاصا تقدر تعلن عنهم؟ لا طبعا، لا طبعا مش هقدر أعلن عنهم على الأقل تقدر تعلن يعني، عن تخصصاتهم؟ برضو لا، ده أكتر، ده يعني أنا أقدر أعلن إنها التخصصات بالذات لا، لكن هذا يقوم على أساس ضروري الحقيقة. منصب نائب، أنا أعتقد أن الرئيس الذي لا يعين نائب أو حتى المدير بصفة عامة هو مش فاهم يعني إيه إدارة الدولة، والدولة إدارة، مش فاهم قد إيه، وناوي يستهلك نفسه. وبالتالي الثلاث نواب دول هيبقوا وفقا لتخصصات معينة بمفهوم الإدارة، لمجالات معينة. يعني واحد هيقوم بعبء ما، حتى لا يستهلك رئيس الجمهورية، وحتى لا يهمل هذه المجالات، دي مجالات خطيرة ولا يصح أنه يستهلك فيه. والرؤساء الناجحين على مستوى العالم أو على أي مستوى كان دايما يختار له الممثل الشخصي، مساعد الرئيس، مستشار الرئيس، وأنا أفرق بين مستشار الرئيس ومساعد الرئيس والممثل الشخصي ونائب الرئيس. وأفهم جيدا، وده على فكرة في كتب عظيمة مكتوبة فيه، ربما في إنجلترا بالذات برغم أنها دولة ملكية. أتصور أنه بالتأكيد هيكون لينا مع حضرتك إن شاء الله لقاء آخر لحديث عن تفاصيل أكتر مع بلورة الأفكار اللي حضرتك بتتكلم عنها. أنا سعيد قوي بالحوار اللي كان في الفواصل لأنه حوار الفواصل كان أجمل وأطول وأعمق من كمان الوقت في يوم الجميل. في يوم من الايام ممكن نعرضه كوثيقه تاريخيه، ولكن المجالس امانات فمش هنعرضه. اوعى تعرضه. الدكتور حازم بصراحه ابو اسماعيل بنشكرك شكرا جزيلا. شرفتني والله، يا ربنا يخليك. انا سعيد بيك. مستمرين مع حضراتكم في تطبيق شعار البرنامج ده، ان تعرف اولا، تعرف اولا وبعد كده تقرر على قدر هذه المعرفه. نشوفكم بكره ان شاء الله، صباح على خير.